السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أقدم. إيه هسا أقدم وتمثل بس. أنا أمثل. إيه أوقف لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً شوية مستعجلت حتى لا يحكي. اليوم أول حلقة من التحديات إن شاء الله نال إعجابكم. طبعاً ما أدري الاستمرار راجع لكم، أنتوا تخلونا نستمر أو نوقف يعني بالتحديات مالنا. إذا عجبتكم نستمر وإذا ما عجبتكم أكيد شيء أكيد نستمر. فشي مختصر اللي ما مفتهم هاي الفكرة، تحديات بيني وبين جبار أو الدهن يعني. باختياركم أنتوا، يعني أنتوا تعطونا التحدي فلان يتحدى فلان وإن شاء الله نال إعجابكم. طبعا اليوم إحنا كملنا الحلقة الأولى طبعا بعد معاناة دامت ثلاث ايام في الشهر ثلاثة ايام ان شاء الله ان شاء الله تنال اعجابكم ان شاء الله. نبلش عندك اول هاي تتحدان. اي اول تحدي من زهراء الروديني، ثار تحدي ايال دق جرس على الناس وفلت لو تاكل بيضة نية. دق جرس لو تاكل بيضة نية اكيد ما راح اكل بيضة نية. طبعا التعليق راح يطلع لكم هنا ان شاء الله. اي يعني حدك جرس. اكيد شوف. يلا نروح نشوف. مثل ما رجعنا لكم يا مثل ما شفتوا التحدي مال عيال الدق جرس وفلت. طبعا انا كنت اصور ترى التعليق طبعا التحدي الثاني يقول اتحدى ثائر طب براسه بالمي لمدة 40 ثانية من رفقة العبودي. رفقة العبودي العبودي اي والله العبودي ولا راسه طبوبة طبوبة راسه مو انا غرقتك. خلينا نشوف ونرجع نشوف 40 ثانية 40 ثانية خليت انت دقيقتين نشوف ونرجع. طبعا وهسه هذا تحدي شو اسمه المي تشفص حبيبي 40 ثانية. اذا 39 راشدي. انا طبق راشدي. اي هاي راشدي سولف. يلا بعد 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 نزله نزله نزله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 36 37 شلون احسب؟ 1 2 3 4 قلت يموت الولد. ضعبوتي لا عمي نجحت بهذا الاختبار. طبعا شفتوا التاكيد هسه تحدي من حمود العراقي، اتحدى عيالي يتصل على صديقه يقول له اختك شو ما تجاوب على التليفون. انتوا هسه هنا صديق تونس ما بيها مجال لازم تتصل. لا اتصلت انا حمود العراقي لك ليش هيك؟ شوفوا شنو اللي صار وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. خلينا نروح. طبعا انت جبرني اخبر على صاحبه واقول له اخبر على اختك ما تجاوب. خلينا نشوف شو يسوي. حاول نستمع احنا. رقم الهاتف المطلوب مشغول حاليا. اكيد ماكو اشكال. دق. الو شلونك؟ عاد ميخ. شلونك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ والله الحمد لله
صوتك بعيد. اقول لك اقول لك شو شو اسمع خابر على اختك ما تجاوبني ايش بيها هاي؟ ايش بيها جاي ما جاي الشقه وياك؟ يا معود اخابر عليها فالبالي لك ادق عليها ادق عليها قلت خل اخابر على اخوها. لا حبيبي خلص بالاشتراك انت راح بعد اشتراك خليني اسجلك على الواي فاي. لا هسه غير عوف الشقة قل لي ليش ما تحاتي ظل بالي عليها ظل بالك عليها؟ اي اي لا طبعا يا ربا شو لا قلك تتدد يا ابو 20 ساعة تخابك 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 يا ابو 20 ساعة لو بلي خبرك انا هصوتي خبرت عليك والله العظيم. شو اللي وشي؟ ما رجع شو يعني قل لي تخابر الستة اقطع سويته اقطع. عندنا سيف حيدر اتحدى ثائر ما يرمش عيونه لمدة دقيقة او نص دقيقة خلونا نشوف شو صار لي والله بتيته شوف انا رجع يلا اوكي يلا بلش 40 دقيقة 40 لا 40 اها دقيقة ما يلا توكل رمش 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 ها بعين صار بي يا الله اوف خلاص بس نجوم يا ابويا بقى صار بيها تشاقة بعد 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 نخطى لك اصمتك راجع صمتك بس تخطى بعد 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 وصلت 20 راح تنزل دبات 18 14 10 9 تسعة صفرت وهاي دمعتك اخذتها عاش سيدك ايش قلت لك ايش قلت بقيت مو دقيقتين حبيبي بكيت لو ما بكيت دقيقتين بقيت بكيت لو ما بكيت هسه هم الناس جاي علينا دقيقتين ما رمشت قول علي طالب تحدي من علي طالب يقول التحدي هو ياكل ليمونه اثنين هي وقشرها لو يوقف ابو تاكسي ويقول لها احبك أكيد يعني الثاني مال تاكسي أكيد يعني شوف صاروا يانا ويا بالتاكسي هم زين ربك مش هيك أبد مش هيك فيه الشيء ما نرجع الله يساعدهم شلونك قلبه شلون تروح كروة إيه يلا إن شاء الله صعد بس بيتنا بعيد بس إذا أصعد وياك عادي توصل بس قل لي شايل الأوراق ما سيارة إن شاء الله بس شايل الأوراق عادي بس عندك ثانوية؟ ايه عندي ثانوية بس انت ايش دخلك بالثانوية؟ شلون؟ ايش دخلك بالثانوية؟ حبيبي انا غير يعني هسه يجوز تلزمنا سيطرة شلون يعني؟ تلزمك سيطرة انت ايش عليك بالثانوية؟ عليك انا اوصلك لا حبيبي مو انا قلت لك بيتنا بعيد بس يوصلنا على كيف يعني ما بيها اي اشكال اذا اتفقنا انا اوصلك على كيف انت ايش عليك بالثانوية؟ هسه انت ليش ضايج بس اوقف هو اليوم زوجي لو فردي لا فردي انت زوجي انت ايش عندك؟ يا حبيبي هاي التاكسي ما عليها زوجي ولا اخوي حبيبي انت صاعد تاكسي لو بس قل لي شو انت ضايق ايش بيك؟ مو ضايق انت صاحب وياي انا علي واصل مو على باب الله شنو؟ شك ما تبغى والله تحديت انت شك ما تبغى بس ايدك ايدك قاعد تسوي الله يطيح طبعا نفس ما شايل ابد ما رد تنعلس وابد ما شايل صدق ثمار لا يعني انت صاير ابد ما شايل توثيه وابد ما رد تنعلس الحمد لله والشكر ايار ما
لان حسين جون عيال تحدى ثار تحدى هذا الا غلبه طق بيضه براسه لو ابي شنو 25 25 مره لا طق بيضه لا 25 حبيبي لا خلينا نشوف ايش صار بي انت تختار لي اي اكيد 25 مره 25 مره شوف ونرجع لك شوف هذا رجع وهذا تحدي لشناو 25 مره شناو توكل توكل حبيبي توكل توكل 25 شناو سهل يلا ها يا عدل عدل ها شنو ايه يلا واحد هلو اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه راشدي ها عشره 11 ماش باوتشك وجي اخي صارت اطبق راشدي اوكي طال التحديات ما اعرف يعني حيوه 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 الى درجه لا تنصف والله ما سويت عندك مله علي الحميداوي عيال يتحدى ثائر يضرب بيت جواري من طابوقه وينهزم شنو هو؟ هو شوف شلون شلون الحرامي شلون الحرامي ايش خلونا شوف ونرجع لكم طبعا اكيد حرام مثل ما شفتوا هسه ثائر يتحدى اياد اقرا اي علي العراقي ثائر يتحدى اياد يغني اغنيه على ذوقه واذا ما غنى ينضرب راجلي طبعا هنا هذا ما بي مجال الاغنيه تموت خلينا مو خلينا لا تونسوا علي وشوفون السوالف تفجيري يلا شوفوا نرجع شوفوا نرجع لكم انا احب اروح اغني عليها وبس لا حبيت مين وبالنفسي وقلت له مش هقلب نفسي معرفش ايه بيحصل لما بشوف بس كمل كمل معرفش ليه خبت عليه بلا حول ولا جنبه بسلم عليه كل حب الدنيا دي بقلبي ده انت مثل ما رجعنا يا تحدي جان المهم ثالث هسه الرابع من سحر الرابرية شنو؟ سحر الرابرية الرابرية يعني يجوز يعني من ذولا الكلام وما عافية تقول اياد يتحدى ثار يضرب واحد بالشارع واذا ما سواها طق بيضتين على راسه شنو حاولت انا اطق بيضتين بس ما قبل المهم خليته نشوف يلا نشوف نشوف ونرجع خلينا نشوف ونرجع بس يصعد البطل بوحده واجنهزم اوكي طب ها جه سولف وياه سولف وياه يلا روح له على كيفك على كيفك تمشى هاي عندك نرجس العراقي هاي انت اي تحدي اخر تحدي نرجس العراقي يخبل ثار تحدى ايادي يتصل على ابوه ويقول له اليوم عازم عشر على غدا سمك ما اسولف لكم هو استوى قبل قال لك حجيب سمك وتعال اي يعني سمك وجاب لي زلاطه ومقبلات دجاج خلونا نشوف شوفوا رجع طبعا راح نخبر على ابوه شو تقول له؟ تقول له ما ادري شو اسمه عازم عشر على سمك أبوي شلونك؟ أهلا مرحبا شلونك؟ شو صحتك أبوي؟ أهلا وسهلا حبيبي أياد أياد أهلا بأياد شلونك؟ شو صحتك؟ أهلا مرحبا أقول لك أبوي
انا هسه راجع للبيت وعندي يمكن 10 يا 9 10 10 ولد على العشاء بلكة تسوي الفد تحضر لي فد السمكات 7 على العشاء وين يعني؟ بيتنا غير يعني انا احضر لك؟ اي لا منو؟ ابوي انت مو تعرفنا ما عندي فلوس فقير لا ابوي ابوي والله عيب من الولد صديق تحكي عيب عليك مو عيب بكره بالغلط بكره ابو جمال تاكل رحم الله والديك ابوي ايه هلا بيك شوف هلا لا طوش ابوي اقطع 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 عمي اقطع طبعا ما والله ما والله الله يحفظ ان شاء الله لي والدي ان شاء الله ويحفظ جميع ابهاتكم طبعا وصلنا للنهايه كان التحدي الاخير هذا انا 5 هو 4 فاكيد انا الفايز ايه شنو ولا جايز راجتي غير راجتي لا يا الله لا والله العظيم ده وداعتم ولا راجتي على كيف على كيف والله يلا وخر انا راجدي فزت فيه وان شاء الله قلت لكم مستمرين وياكم اذا حابين انتم يعني نستمر احنا بش اسمه طبعا حركة اني بالحلقات يعني نسوي واحدة اثنين ثلاثة دعمكم تشجيعكم لنا ان شاء الله نستمر وان شاء الله تنال اعجابكم هاي الحلقة طبعا احنا اول يعني اول خطوة نخطيها بهيجي تحدي يعني واذا عجبتكم سويت لايك ان شاء الله لا عجبتكم نستمر ولا تنسى اشتراك بالقناة ولايك بالبيج اشتراك سوي اشتراك طبعا ما عندنا شيء ان شاء الله ان شاء الله يلا اذا حابين فركش ان شاء الله يلا قوم هاي بعد ما عندنا شيء هاي بعد ما عندنا شيء بس انا ما ازعل هاي ما ازعل ما بدي